بسم الله الرحمن الرحيم. شركة عرب جروب، معدات مزارع الدواجن. لو بتتابعونا من على الفيس يا ريت تشتركوا معانا في قناة عرب جروب، وطبعا لو بتتابعونا على اليوتيوب يا ريت تشتركوا معانا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك وشير للفيديو. النهارده هنتكلم عن سلسلة الفيديوهات التعليمية، بنتكلم عن خلطة مهمة، زيادة الوزن، فتح الشهية، رفع معامل التحويل، مقاومة طبعا الميكروبات اللي هي المعوية، طبعا بترفع المناعة. طبعا كلنا عارفين ان البصل حبة البركة، والخل تمام، والليمون، الاربع مكونات دول بنعمل بيهم خلطة تمام، بترفع الوزن، بتقلل طبعا، بترفع المناعة، تزح الشهية، كل حاجات مرتبطه ببعض. طبعا زادت الوزن عشان الشهيه اتفتحت تمام، مفيش ميكروبات، الوزن هيزيد، بترفع المناعه تمام. وطبعا ال 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 الناس اللي شغاله بقى، في ناس شغاله دش كان جاهز عارف على ايديها. وطبعا مجهز لكم اهو في الفيديو اللي جاي، مجهز لكم اللي هي التركيبات اللي الناس اللي هي ايه بتشتغل على في دش بادي ونامي وناهي، ان شاء الله هعمل لكم بيهم فيديو دلوقتي تمام. وناس شغاله بقى ايه جاهز، فلو انت شغال علف دش تمام، يبقى تجيب البصل 2 كيلو مثلا، كيلو توم، كيلو ليمون، 2 لتر خل، 100 جرام، 200 جرام، كل ما زاد حبه البركه مش مضره، ادربهم مع بعض في الخلاط تمام. ناس عندها مطاحن ماشي شغال تمام، وهنحطهم مع الخلطه اللي هي الايه اللي مثلا 250 كيلو علف، نحط عليهم الايه الكميه دي. عاوز تزود اضرب في اربعه، يعني عاوز تعمل طن اضرب فين في اربعه. عندك كميه صغيره هتقسم بقى تمام، واللي مش فاهم حاجه يسيبها لي في التعليقات وانا فاهمها له. ده بالنسبه لشغال الناس اللي شغاله علف ايه، علف دش بيصنعوا على دي. طب الناس بقى اللي شغاله محبه بتعمل ايه، برضه نفس الخلطه هي بس يعني ايه الخل مثلا ممكن يبقى لتر او لتر الا ربع، مجرد ان اضربه في الخلاط تمام، مع حبه البركه، مع الليمون، مع الثوم، مع البصل، اضرب الخلطه دي في الخلاط، طلعت لي 3 لتر 4 لتر اللي هم مثلا الايه العصير اللي طلع اللي هو البصل والخل والثوم والليمون، وطبعا عليه حبه البركه، وممكن حبه البركه ارشها على العلف برده مفيش مشكله تمام، في العمر الصغير طبعا. الخلطه ديت ببدا استخدمها طبعا. احنا بالنسبه لعلف الجهاز خلاص هي موجوده مع العلف من عمر يوم، العلف بقى اللي هو البلس اللي هو المحبب تمام، اللي هيفضل بقى من العصير طبعا ايه، برشه كل يوم مثلا شويه على الايه، على العلف المحبب، على وش العلف. وفي العمر الصغير طبعا يعني ايه مثلا بعدهم 4 ايام 5 ايام ببدا اشتغل بيها تمام. وبعد كده بالنسبه للميه او العصير اللي طلع، طبعا الماده الجافه اللي فضلت لي بحطها على العلفات كل شو يعني كل شويه يعني تمام. وكل طبعا ما الفرخ كان جعان بيبقى افضل عشان ياكلها يعني تمام. بالنسبه بقى لشغل الميه تمام، يعني ممكن احط 5 سنتي لتر 5 سم سوري على اللتر مثلا، كل لتر احط له 5 سم 6 سم 4 سم بصفه مستمره. اولا هيفرق معاكم جامد في بالنسبه كشغل مناعه تمام، وفي نفس الوقت برضو يعني هتستفيدوا منه في التحويل، مقاومه الميكروبات، زياده الوزن، وطبعا الحاجات دي رخيصه متوفره، يعني الحاجات دي مش غاليه، وخصوصا الناس اللي بتربي تربيه منزليه هيفرق معاكم قوي قوي في الطعم، يعني هتلاقوا طعم الفراخ مختلف جدا جدا عن الشغل العادي. وان شاء الله برضو في خلطتين كده برضو هقول لكم عليهم، اعشاب برضو هقول لكم عليها ان شاء الله باذن الله هتعجبكم وهتعمل معاكم فرق جامد جدا جدا في الاوزان. ناس تقول لي اشتغل قد ايه بالخلطه ديت، اشتغل ما مش هتضر، هتفيد من عمر 4 5 ايام لحد اخر الدوره شغال، مش مفيش اي مشكله فيها خالص. وشغل اعشاب برضه في الدواجن كويس جدا جدا يا جماعه تمام. وانا من النوع اللي اصلا كشغل دواجن ايام يعني ايه من المده، طبعا دلوقتي ما عدتش ماسك اشراف مزارع اللي ما عدتش فاضي،
يعني على قد ما تقدر حاول ابعد عن الادويه. المضادات الحيويه يا جماعه يعني بتقتل النافع وبتقتل الضار، بتقتل كل حاجه. فكل ما تخلي الفرخ يشتغل على المناعه بتاعته يبقى افضل يعني. فشغل الاعشاب والثوم والبصل والخل والليمون وحبه البركه والكلام ده كويس جدا جدا. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ولو في اي تعليق سيبولنا في، لو في اي استفسار سيبولنا في التعليقات، وريت تشتركوا معنا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك وشير للفيديو. شركه عرب جروب، معدات مزارع الدواجن.